آه نعم هذا هو الصح، حبينا نتكلموا بزنس هذا هو الصح. بمجرد ما تولي تحط في الأحكام وتولي تشوف أخونا مثلا جاء ولابس لابس الأزرق، طيب هو أزرق مثلي بس مو مخطط، لا 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 هذا يحيى لا ما. لازم يكون مخطط. احنا هيك نعمل. يجب أن تحترم كل الناس، لذلك قلت لكم أن الدياكس المدرسة تربيك. الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول على الله سبحانه وتعالى؟ وما أرسلناك إلا كافة. سبحان الله نقرأ دائما ليل نهار السيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، ولكن للأسف لا نستوعب الجوهر. هذا هو الجوهر، تكون رحمة، رحمة للناس. ما عندك فرق بين الأبيض والأسود، بين الدين الفلاني والفلاني، بين الدولة الفلانية والدولة الفلانية. إذن النمو تاع الشبكة تاعك وتوقفها يعتمد عليك أنت، أنت وحدك، فقط أنت. لماذا؟ لأنه في العالم ما كانش هذا الصنف، بل كاين فيه مليون. فإذا لم تصنف راح تستهدف كامل العالم اللي هو 7 مليار. فاهمين؟ هذا الجواب تاع السؤال لماذا تتوقف شبكتي عن النمو. رانا نهضروا هنا، رانا نهضروا هنا. خلاص الناس قال لي تعرفهم اللي في نفس الصنف راهم كلهم متواجدين هنا، راك عادت عملية استنساخ لا واعي، بحيث أن هذاك الصيف موجود هنا موجود هنا موجود هنا موجود هنا. خلاص كملوا كملوا الناس اللي عندهم هذه الأصناف، توقفت الشبكة خلاص. أكثر شيء أنت دابل دايموند والتريبل دايموند وخلاص. في شخص نعم رفض يدخل في الديكسين لما عرف أنه صاحب الديكسين صيني، قال لأنه الصينيين واحد أمر الإسلام والمسلمين، ولذلك إحنا نقطع أي تعامل معهم هذا إنسان مجنون. قل له مؤسس شركة صيني. يلا روح مع ألف سلامة. هو رفضها لهذا السبب يعني. أوكي يعني مؤسس شركة. طيب هؤلاء الأشخاص يعني إما يتغير وإما لا يحتاجوا في الشبكة أصلا، هذا راح ينخرب. قلت لكم نعودها لكم، دي اكس ان تربيك بمعنى التربية. أنت تساوي شبكتك. تحدى أي واحد يجيب لي أي شخص في هذا العمل في هذا البزنس إنسان متعالي ومتكبر وكذا، مستحيل أنك تجده. وناجح. وناجح نعم في حتى شركات أخرى وناجح، لن تجده أبدا، مش موجود، لأنه سلوكياته ومشاعره وأفكاره متوازنة متوازنة. حتى أنك يكون عندك شبكة فيها مليون شخص ولا، لازم تكون أنت إنسان رائع متوازن. إذن تكلمنا على هذه النقطة فقط، عدد متنوع. إذن يجب أن تنوع في شبكتك. شبكة تاعك لازم يكون فيها الرجل والمرأة، الكبير والصغير، من جنسيتك ومن خارج جنسيتك، من ديانتك ومن خارج ديانتك، من بلدك وخارج بلدك، وهكذا. نعم تخيل انك وضعت هنا واحد مسلم، واحد هندي، واحد صيني، شايف النعم اللي راح تكون عليك، واحد دكتور، واحد لا انسان شاطر في البزنس. ودي اكثر اقول لك شيء سهل، اختر 20 احسن صديق في العالم راح تصير كراون امباسادر. 20 شخص. نعم علاقات، العلاقة. إنسان اللي عنده الإحكام لا يستطيع أن يكون علاقات. الإنسان اللي ما عندوش الكوميونيكيشن التواصل جيد، غدا إن شاء الله أيضا نشوفه تدريبات على الكوميونيكيشن على التدريب، ما عندوش علاقات مباشرة يتكلم مع إنسان مثلا هو صيني، شيء الأول يقول يلا خليني أدعو إلى الإسلام. لا صح نتكلموا، خلينا نقدوا ذاتنا يا جماعة مباشرة، يلا خليني أدعو الإسلام، وشيء جيد، ولكن درس الطرف الآخر، درسه ممكن تنتفع منه. احنا كمسلمين أيضا وكعرب ما عندناش الإنصات، ما نسمعوش مليح،
عندنا هنا بزاف صمامات 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 صمامات، خلاص احنا الافضل وحنا الانجح وحنا الاذكى وحنا اللي كان عندنا تاريخ كذا وحنا اللي كان عندنا تاريخ كذا. ولكن الان رانا الان سمحوا لي بين الامم رانا مشكله، رانا مشكله لان الحروب كلها موجوده عندنا، المشاكل كلها موجوده عندنا. هل سنتبع نظرية المؤامرة اللي تقول لك تآمر الخارج وكذا؟ نظريات كثيرة، ولكن لن يغير الله ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا